بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. أول انطلاقات الإنتاج، أول انطلاقات وتحديات أشواط الإنتاج، شوطنا في هذه اللحظات 13 أعلنت انطلاقته. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان، ميداننا الذكي الذي يحتضن انطلاقاته جني أبناء القبائل في يوم الثنايا، في انطلاقات الثنايا المحليات الأصايل، الإنتاج والمنتجين انطلقوا على أرضية هذا الميدان، الكل باحث عن ناموس هذا الشوط. مباشرة نتقدم، مباشرة ننطلق مع هذه الشعارات، نطالع دائما المقدمة والصدارة، صدارة الأسماء، من تتقدم على المركز الأول، من تكون هي على صدارة كل الشعارات على المركز الأول. نتابع انطلاقة الساعة على المركز الأول، مسلم بالطير من سيل العامري من ينطلق على المركز الأول ويقدم الساعة في أول الأسماء الشاهينية. على المركز الثاني راشد بصغير من قنون بن يراده قادم على المركز الثاني. المركز الثالث الوسمية، عيسى بن سعيد الخيلي يأتي ويقدم الوسمية على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هقوى القادمة عبد الله بن سعيد بالحبة العامري القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس مشكورة لمحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي قادم على المركز الخامس. والمركز السادس محبة قادمة سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي قادم ويقدم انطلاقات محبة على المركز السادس. سابع المراكز العذرة لأحمد بن حزمي بن قناص العامري القادم مع العذرة على المركز السابع. ثامن المراكز القدوم في هذه اللحظات والتقدم، القادمة الصايلة سعيد بن راش بن طبازة العامري من يقدم الصايلة. والمركز التاسع وصلت حفلة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الكتبي يقدم حفلة في هذه اللحظات. ناخذ المركز العاشر والقادمة قطاعة في هذه اللحظات، محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطري من يقدم قطاع على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة على أرضية هذا الميدان، مع أول انطلاقات الإنتاج، مع أول تحديات أشواط الإنتاج. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. الساعة على المركز الأول، مسلم بالطير بن سهيل العامري ينطلق ويقدم إنتاجه الفاخر على المركز الأول. هقوى هقوى قادمة عبد الله بن سعيد بالحب العامري يقدم هقوى، غيرت هقوى، تقدمت تسللت على المركز الأول. الساعة المركز الثاني، الساعة القادمة على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية راشد بن صغير بن قنون بن يرادة القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع وتابع محبة قادمة سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي يتقدم، وشعار عيسى بن سعيد الخيلي يأتي ويقدم الوسمية، يقدم انتاجه على أرضية ميدان المرموم. ناخذ المركز السادس ونتابع
المركز السادس العزرة لأحمد بالحزم يبقى الناس العامري القادم مع العزرة على المركز السادس والمركز السابع. شعار المتحدي القادم مع حفلة أحمد بن سالم سعيد الاشتبي القادم. شعار المتحدي في هذه اللحظات ينطلق ويقدم حفلة القادمة بشعار أحمد بن سالم سعيد بن منانة الاكتبي على المركز السابع. ثامن المراكز قدوم من قطاع القادمة محمد بن سويدان بن عبيد الخاطري القادم على المركز الثامن. لكن شوف التسللات، شوف الحضور هذه اللي وصلت مشكورة لمحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي. والمركز العاشر تقدمت بالرقم 10 انطلقت الصايلة القادمة وسعيد بالرغش بن طبازة العامري القادم. هكذا هي النتيجة. لا زالت العشر المراكز منفردة انفراد كلي عن بقية المراكز. ما شاء الله، أسماء قادمة وشعارات قادمة في أول انطلاقات أشواط الانتاج والمنتجين. من المرموم إلى وين السلام في شوط المحليات إلا صايل. لكن عودة إلى أقوى 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 على المركز الأول، أقوى على الصدارة. عبد الله بن سعيد بالحب العامري ينطلق على المركز الأول العامري وبالحب يقدم أقوى على الصدارة، يقدم إنتاجه، يقدم نوعياته اللي يمتلكن هذا الشعار من سلالات متميزة ما شاء الله، وحضور متميز دائما لهذا الشعار. يتقدم مع أقوى على المركز الأول. المركز الثاني قادم على المركز الثاني في مرافقة أقوى الشاهينية راشد بالصغير بن قنون بن يرادة القادم على المركز الثاني. ثالث المراكز هذه القادمة الساعة ومسلم بالطير بن سهيل العمري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر هذه اللي وصلت، هذه اللي تقدمت مشكورة محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس وصلت وتقدمت العزرة أحمد بالحزمي بن قناص العامري القادم على المركز الخامس. سادس المراكز من الجانب الآخر حفلة لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي قادم شعار المتحدي وشعار عيسى بن سعيد الخيلي قادم مع الوشمية على المركز السابع. ثامن المراكز هذه الصايلة لسعيد بن رغش بن طبازة العامري. والمركز التاسع قطاع القادم محمد بن سويدان الخاطري. والمركز العاشر هجر أول ندى لهجر علي بن خليفة بن خميس لغويص السويدي قادم مع هجر. ياهي من أسماء قدمت، ياهي من شعارات قدمت في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل على قنوات دبي ريسنج. في المرموم هذه الانطلاقات، في المرموم كل التحدي والإثارة في عالم الأصايل. بالدليوي قادم، بالرشيد قادم في هذه اللحظات، يقدم نجومية والأروع، يقدم اسم قادم. هذه ميالة قادمة وعزامة قادمة. سعيد بن حمد بن فلاق الاكتبي غادرنا 2 كيلومتر. يا هل انتاج الشوط الاول الرئيسي للانتاج. وين
بيصبح اقوى 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 على الصدارة، اقوى على المركز الاول، اقوى على الصدارة، على المقدمة. ما شاء الله بدأت تباعد المسافة، بدأت تغرج خارج السرب. عبد الله بن سعيد بالحب العامري ينطلق على المركز الاول، يقدم اقوى على المركز الاول. المركز الثاني هجر حفله، لكن حفله المتحدي قادم، المتحدي يقدم، المتحدي احمد بن سالم سعيد بن منان الكتبي ينطلق مع حفله. والعزره قادمه، بن قناص قادم، بن قناص يقدم العزره القادمه، وكذلك الشاهينيه لراشد بن صغير، بن قنون، بن يراد وهجر لعلي بن خليفة بن خميس لغويص السويدي ومياس راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتفي القادم. لكن نعود إلى الصدارة بعد الكيلو متر الأخير، عودة إلى أقوى، أقوى على المركز الأول. روح يا بالحبة، وصل بن قناص، وصل بالحزمي، وصل المتحدي بن منانة قادم. هالإنتاج الانتاج الشوط الاول الرئيسي للانتاج، انتاج من الفاخر. من سيحظى باول اشواط الانتاج؟ عودة الى اقوى، اقوى 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 بالحب على المركز الاول، اقوى لعبد الله بن سعيد بالحب العامري على الصدارة. لكن القادم العزرة، العزرة احمد بن حزمي بن قناص العامري، وبن منانة، بن منانة قادم مع حفلة. احمد بن سالم بن سعيد بن منانة الكتبي القادم على المركز الثالث. ولكن اقوى، اقوى والعزرة، اقوى والعزرة، لكن اقوى، اقوى على المركز الاول. روحت بشوط الانتاج، الانتاج اول انطلاقات اشواط الانتاج. انتاجك فاخر، انتاجك متميز. سلام يا الهير، سلام، اسعد الله صباحكم بكل خير. ها هي اقوى، انتاج فاخر متميز مع عبد الله بن سعيد بالحب العامري. روح باول اشواط الانتاج. سلاماتنا من المرموم الى الهير، الى بالحب العامري، والى مالك اقوى. المركز الثاني العزره، على المركز الثاني لاحمد بن حزمي بن قناص العامري. المركز الثالث هاجر لعلي بن خليفه بن خميس الغوي السويدي. المركز الرابع حفله لاحمد بن سالم سعيد بن منان الكتبي. المركز الخامس هذه عزامه لسعيد بن حمد بن عبد الله بن فلاق الكتبي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم. شوطنا الثالث عشر، اول اشواط الانتاج، اول انطلاقات الانتاج. انتاج الفاخر ياتي مع الهير. هل الهير يظفرون باول اشواط الانتاج؟ من المرموم الى الهير، السلام بطريقه اقوى وباسلوب هذا الشعار. 12 دقيقه 43 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس عبد الله بن سعيد بالحب العامري. صباح الخير يا ابو سعيد على هذا الاداء اللي تقدمه هجنك على ارضيتي ميدان المرموم وهقوى ما شاء الله. المركز الثاني العزره 12 دقيقه 47 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لاحمد بن حزمي بن قناص العامري من قدم العزره على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث نتابع هذه هجر، هجر و12 دقيقة 54 جزئين من الثانية. هجر لعلي بن خليفة بن خميس الغويص السويدي. تهانينا والناموس للجميع.